قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. والله في ايه؟ ركز يا كابتن مصطفى. كابتن محمود الخطيب. يا كابتن مصطفى، توافق لو طلبتك تكون موجود في لجنة التخطيط او تخدم الاهلي من اي موقع؟ خدمة النادي الاهلي ده شرف لاي حد. طب بس اكمل. اكمل؟ طب كمل. عشان بس انا حطيت التاتش بتاعي في الحتة. يلا حط. وقول لي سامحك ازاي يا مصطفى؟ يسامحني؟ قول لي سامحك ازاي يا مصطفى؟ هو اللي يسامحني؟ لا، اولا اي حد شرف لينا، اي حد فينا انه يخدم النادي الاهلي في اي حد. لكن انا قلت من سنين طويلة لن اعمل في النادي الاهلي. تمام. لان كان بيتقال مصطفى يونس بينتقد عشان ما بيشتغلش. كابتن انت اسم غير. الحمد لله. لا، الحرفيش الحقيقة. الحرفيش الحرفيش اللي حواليهم يعني، او هم بيصدروا له الكلام ده. اللي بيني وبين الخطيب اكبر من اي حد. لكن هو يسامحني ولا انا اللي اسامحه؟ مين يسامحني؟ دي جامده قوي دي. مش انا لوحدي اللي اسامحه، في ناس كتير قوي زيي اتمنى هم يسامحوا. اللي بعده يا عميد. انت هتعيط ولا ايه؟ لا، اللي بعده موسيماني. موسيماني. طيب اصبر يا كابتن، هو بعت لك بيقول لك ايه؟ قول انت قدرت. قال لك ايه؟ يا كابتن مصطفى، بعد كل ما حققته مع النادي الاهلي، هل ما زلت ترى ان النادي الاهلي اكبر من امكانياتي كمدرب؟ بكتير برضه، اكتر بكتير. لان النادي الاهلي من يوم انا ما لعبت فيه وانا عندي 15 سنه عمري ما خفت، طول عمري نازل، الفرقه هي اللي بتخاف مني. يعني انت بتضل لنا. طب رد بس على موسيماني، انت بتقول له الاهلي اكبر من امكانياتك بكتير؟ لا، الاهلي ما وصلناش لان احنا نروح في اي حته ايا كان من اللاعبين بنخاف. لكن هو حقق بطولات. وبعدين مع احترامي الشديد لموسيماني، هو مين مسك النادي الاهلي وما خدش بطوله؟ ده محمد يوسف رقم 3 خد بطوله. فاي حد محظوظ اللي يدرب النادي الاهلي. تمام. اللي بعده احمد سيد زيزو. بيقول لك يا كابتن مصطفى، لسه شايف اني مقصر مع الزمالك وعايز اروح نادي تاني؟ انا ما قلتش هو مقصر، انا بقول واقع، وهو يعلم تماما اللي حصل، وانت عارف يا مهيب والناس كلها عارفه ان انا لا اكذب. وانا قبل ما اطلع اقول اللي حصل كنت متاكد مليون في الميه ان انا اعرف العلاقه اللي ما بيني وما بين نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. تمام. وانا قلت معاك هنا ان ده لعيب كويس قوي ما عندناش زي. طيب، رسالتين باقيين. يلا، مهندس عادل القيعي. هندسه. ابناء الاهلي يا كابتن مصطفى اللي بيساهموا في انجازات النادي، مش عشان حد انضم للاهلي من نادي تاني يبقى مش من ابنائه؟ لا، انا اعتقادي يا باشمهندس وهو عارف ده كويس قوي، ان هناك الوضع مختلف ما بين ابن النادي واللي جاي من بره. ابن النادي اتربى على المبادئ واسسه من الاول. ايوه، زرعوها فينا. اللي جاي من بره جاي بباراشوت، عنده 25 سنه، عنده 30 سنه، قبض ملايين. احنا كنا بنقف نستنى اول الشهر عشان هناخد 20 جنيه ولا 25 جنيه. لكن انا دايما بدليل ان بقى بكام؟ بكام؟ مفيش فين الولاء والانتماء، الحمراء والصفراء والخضراء. الولاء والانتماء بقى لكام؟ هتديني كام دلوقتي؟ تمام. يلا، اخر رساله لكابتن مصطفى من رمضان صبحي. بقول لك يا كابتن مصطفى، انت عرفت منين اني ندمان عشان رحت بيراميدز؟ انا ما قلتش كده طبعا. وانا قلت ان اي حد من حقه يدور على حقه او على مصلحته. لكن هناك فرق ما بين المجد والشهرة والفلوس. هو اختار الفلوس. تمام. لكن المجد والشهرة النادي الاهلي. تمام. واعتقد مع احترامي الشديد ليه وكل الناس اللي مشيت، هناك فرق كبير قوي ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني. بشكرك كابتن مصطفى، شرفتنا ونورتنا، نجم مصر طبعا. وكابتن جمال حميد، لما تبقى مدرب كوره
ايوه وتعتمد على لعيب كوره ما ينفعش تبقى مدرب. ليه يا كابتن؟ طب ما النادي الاهلي كان بيتريق ليه؟ علي معلول بيغيب بيبقى في مشكله. غلط مشكله كلام مش صح. بيبقى في مشكله. هقول لك بقى علي معلول بيغيب بيتكلم كوره. ايمن اشرف قد معلول 10 مرات معايا. علي معلول بيغيب بيبقى في مشكله. بقول لك ايه بقى يا كابتن مصطفى؟ تعالى لي بقى انت الشناوي 4 ماتشات قال لك ماتش واحد علشان هيروح النادي الاهلي قطر. ده هيفرق معاهم مين ده؟ ده لعيب واحد محمد شناوي. الواد لطفي الواد ده لعيب واحد كمان مش اثنين ولا ثلاثه. ولا يفرق ولا يفرق ايه بس؟ المهم انت معايا ولا مش معايا في الحته دي؟ لا انا مش مع حد. ايه بس انا ماليش علاقه. الشناوي ما اتحقق في 4 ماتشات. ما تكذبنيش نحوك يا الشناوي. ما تروح ده كانش كان نجم نجم نادي الزمالك يا ابن الحلال. اسمع انا مش جمهور، انا بتاع كوره. انا دارس 5 سنين في الكليه كوره ولعيب كوره ولعيب دولي وبفهم في الكوره. وانا مش جمهور. انت هتكلم؟ لا انا كابتن مصر. يا كابتن مصر ايمن انت عارف انا كابتن مصر. في فرق، في فرق انك انت تقيم كراجل مهني وتقيم واحد من الجمهور بسقف. إيهاب جلال بيقول لك ايه؟ شعرك غالي علينا يا كابتن جمال، اوعى تراهن عليه قدام الاسماعيلي في الكاس. بص هفضل اراهن على الزمالك طول عمري. اولا الرهان حرام، ولكن هفضل اتمنى الزمالك يكسب طول عمري اي فرقه في العالم. الزمالك هيكسب اي فرقه في العالم، بس انا بعد الزمالك بشجع الاسماعيلي، برازيل افريقيا، برازيل مصر، احبهم. بس اتمنى الزمالك يكسب كل البطولات. وتتمنى الاهلي يكسب نهضة بركان؟ بص مفيش مصري هتساله يقول لك انا عايز الترجي يكسب. بعد ما الترجي عمل نهضة سوري انا بتكلم على الترجي. انت بتفكر في الترجي من دلوقتي؟ علشان عمل يعني انت بتفكر في الترجي من دلوقتي؟ علشان الترجي عمل ماتش وحش جدا وخلى الزمالك يطلع بالبطولة. فالترجي دلوقتي عند الزملكاوية خلاص اتمسح. يعني انت الاهلي والترجي تشجع مين؟ ما فيش حاجه اسمها تشجع. في حاجه اسمها تتمنى مين. ايه تشجع مين؟ تتمنى. انا اتمنى طبعا مصر اللي تكسب النادي الاهلي طبعا. يعني كابتن جمال عبد الحميد في مباراه الاهلي والترجي يتمنى بعد كمان ده بعد الترجي اللي عمله. فانا اتمنى يعني مصر. مش عشان الاهلي، عشان الترجي. لا 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 اي ماتش فيه مصر بس بشجع ده مصر. ده الكلام الصح. انما والنادي الاهلي طالما بيلعب مع الترجي يبقى النادي الاهلي. الترجي ايه؟ النادي الاهلي طبعا. يلا اللي بعد. اللي بعد ايه رايك في اداء نادي الزمالك امبارح؟ نادي الزمالك ما يميز نادي الزمالك ان الروح. طيب ساس ان انتوا عاملين تتكلموا و50 مليون و60 عامل ايه نادي الزمالك؟ لا تعالى لي كسب ايه؟ لا 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 لعيب كويس، لعيب 10 10 لعيب سوبر. لا. انا لما كنت في النادي بقول لك يا كابتن اكمل. طيب ممكن يقول لك حسين الشحات جاب 5 مليون عمل ايه؟ جاب سوبر مصري وجاب سوبر افريقي. جاب 3 بطولات. طيب رد انت عليه. ساسي جاب سوبر مصري سوبر افريقي في اسبوع. يا ساسي يا انت بتتكلم في ماتش يا عبد الحلال. ماتش ايه؟ هو البطولات ماتش عندنا وعندكم انتوا بطوله. ايوه يا عم يا ابني ماتش يعني لما تيجي تقول انا هكسب بعد بكره. انا مش هتكلم غير دوري وغير بطوله. انا بس هدافع عن ساسي ان ساسي وجوده في نادي الزمالك مهم جدا، مهم لان طارق حامد ساسي كام بقى؟ اكمل يعني كام دي بقى؟ هو محرين يا مهيب يا مهيب. ساسي انا بستمتع وانا بتفرج عليه. طيب امال بتقول ايه؟ لكن ما انت دلوقتي ناقضت نفسك في ثانيه. لا ما بقتش نفسي. انا في فرق ان انا اجيب بطولات وان انا لعيب كويس. ممكن انت بتحضر لبطولات. ايه المشكله؟ تمام. لا يعني الاستقرار ممكن. يعني انت دايما يعني اسبانيا مثلا لما جهزت فريقها دوت وكان في مليء بالنجوم خدت دوري خدت فرق ما بين اسبانيا والمانيا يعني وانجلترا. بلاش انت دايما بتحضر فرقه بيبقى فيها تجانس بيبقى فيها استقرار وبعد كده بتجني موضوع الهدوء والاستقرار اللي انت عملته في النادي. الاستقرار اساسي. انا بتكلم في جزئيه ما ينفعش انا النادي الاهلي او نادي الزمالك اعتمد على 2-3 لعيبه زي ما لعبوش يبقى انا وقعت يبقى انا مت. تمام خلاص. احنا كسبانين الزمالك بفرقه 21 سنه. تمام ناخد فاصل. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي والسلام عليكم.